شو اسمك؟ اسمي سلامي فيوض. اي سنة خالي؟ 33. حافظ بقديم الشهر؟ 16 سنون تاني الأول. ايه مسجل هيك ولا اهلك؟ مسجل هيك بتقول. ايه وكم خي عندك واخت وشو مين انتو ليش بالبيت؟ خيان سبيرو وإليا. ايه بس سبيرو اكبر من إليا؟ اصغر. ايه إليا الله يرحمه الكبير. إليا الكبير ورجع سبيرو التاني الله يرحمه. ايه وشو بتخبرنا عن انتي وصغير وعن عن امك وبيك و... نتجمع هالشباب عند أهل الأخوات الأولاد نلعب بالقلة. قديش كان عمرك تتذكر تلعب بالقلة؟ 17 سنين. نلعب برا بتذاكر اسكندر على الطريق ونلعب بالقلة بالموقف ويتجمعوا كل أهل الضيعة يقعدوا هونيك يلعبوا بالقلة. وهي شوية بالضيعة هيك متذكر. تتجمعوا بنات وشباب تلعبوا بالقلة؟ لا مش بنات شغل بس الشباب. شباب الفرخوات كلهم. ايه مثلا ايميل مثلا عبد الله الظهر مثلا رفيق شاهين حتى مخيل شاهين شكور يزبط خيو طار من اللي هني موجودين هالفرخ الضيعة جرس ابن خالنا وادمان. ايه هلا انت مجايلي مع ادمان شي؟ لا لا بعتقد ادمان اصغر مني بسنتين. سنتين بس؟ سنتين او ثلاث سنين بالضبط ما بعرف. ايه وشو المرحومة امك اكترية الشغل كان بالحقل ومع المعزيات وكذا؟ اكتر شغل كان تشتغل على الفرن. على الفرن؟ والفرن كيف كان؟ تخبز لكل الضيعة يجوا العالم يجيبوا لها الخبز كيف؟ كيف؟ يقول كل بيت ببيته يجيب عجينته ويرقهم وياخذ خمزات بفل عملته. فاذا بيت الخلفاني هذا كان الفرن؟ فرن. وانتوا وين تناموا؟ ببيت الكبير. كلكم تناموا مع بعضكم؟ الأهل والولاد وكل شيء؟ وكل واحد عنده أوضة يا بنتي أوضة ليك ابنك أوضة وبنتك أوضة يا شهير؟ عم نسأل سؤال تنعرف كيف كانت العالم تو... طيب مين اللي أول واحد طلع من البيت من عندكم من الولاد؟ كلهم يشتغلوا مع بيك وأمك بال بال مع المعزي ومع بالحقل وكذا؟ ما حدا منهم يشتغل ابدا. ومين يشتغل؟ اللي واحد راح بس 9 سنين راح على وظيفه اشتغل فيها. بس انا بتذكر هي... بتذكر انت تبقى تساعد بيك بالمعزي. انا اللي كنت بالبيت وانا اللي كنت حامل البيت. انا كنت اسرح الطشير اتعذب ويحبوا الحليبات وياخذوني يبيعون وياكلوا ورايته صحتين والله يرحمهم. طيب وإلي امتى ترك البيت؟ قديش كان عمره لما ترك؟ 15 سنة. وين راح؟ على بيروت. ايه شو عمل بيروت؟ راح على الجامعة. مين اخده؟ مين لقى له الوظيفة؟ اكيد ابو شو اسمه كرم كرم الله يرحمه. ايه شو بده بي شو يشتغل هنيك؟ شو اشتغل إلي هنيك؟ مسؤول عن المطعم. من اول ما بدي مسؤول عن المطعم؟ اول ما بدي يشتغل بالمطعم بعدين صار مسؤول. ايه وسمير هو يشتغل بالورش وين مع الزمين ملتزم يشتغل عجبال تربطون يشتغل وكيل ورشي دمر حاله. سمير وجرس هيبا كانوا نفس العمر ما هيك؟ تقريبا صاحبي يبقوا مع بعضهم كثير. ايه وسمير شو مميزاته بالنسبة ل... لإلك مثلا الفرق ما بين إيليا وسمير شو هو؟ ما في فرق. نفس الأخلاق نفس كل شيء؟ نفس النظمة. حدا منهم يتقاطر تتقاطر انت وياه يساعدك ما يساعدك؟ لا في قتال بين بعضنا ما كان يصير. ليه؟ إذا أنت ماشي على هوا ما بدي أمشي معك ما فيك تجبرني أمشي معك يا جهاد. هلا أنت خياتي فيك نقول لهم شو معي؟ لا لا. طيب وين رحتوا على المدرسة انتو؟ كيف تعلمتوا؟ نحن ما تعلمنا يستعلم اثنين تتعلمين. طيب مثلا إلي تعلم يقرأ ويكتب؟ تعلم نفسه بالضيعة بعدين تعلم بالجامعة. عند مين تعلم يقرأ ويكتب؟ هون يمكن عند سلوى. ايه وسبيرو؟
كمان يمكن عن سلوى. أنا كنت أروح على المدرسة صح، مع إني ما أروح، ما ألحق أطلع الصف ولا تعيط لي أمي، قالت لي يا سلوى خلينا نروح نسرح لعمري. حكيت أنا مثل ما كان يصير معي، امك تعيط لك؟ قلت لها سلوى ابعتي لها الصبي، ما كنت بالمدرسة، المدرسة حد من أبوي بدها إيه. وين حد منكم؟ اه المدرسة التحتانية، مدرسة مدرسة فوقني لها الدواء. اه الهدوة، حرام تنهد هاي المدرسة، حرام تنهد، انا كمان بتعلم فيها. بدي اشوف الابطال كمان بالضيعه، اقول له حرام عن اللي انا طيب انت مضيف معهم بأبان بحقها. انا اشتي عليها، ما بنينه الضيعة، ما بمضي شيء انا. انا ما بعرف شيء من شيء. طيب وانت انت كنت بهاي المدرسة كمان، ومن بعد ما عملتها رحت صرت تساعد امك وبيك بالمعزي وما بعرف شو، بالحولي وبعدين بالحولي ايش انت عملت بعدين؟ بالاخر دخلت بالشركة، ليش ليش بيك وامك شيلوا المعزيات وما عاد بدهم يعني؟ ما بشيلوا عندي ما بدي لهم. انا حسيت حالي صفيت بعمر كذا ومظلط، ما عندك شيء. اذا بدي اشتري بنطلون ما حس حالي فيه اشتريه. طيب المعزي ما بتطلع مصاري؟ كنت تطلع مصاري بس علي يعرف وين تروح. اه هلا انت اذا طلعت مليون ليره ومرتك ما عرفت منك ايش ابغى، وقت تعرفت معك مضبوط ولا ايه مضبوط؟ مظبوط. كانوا يخبون، كانوا ياكلوا فين لحم، ياكلوا فين نموره، ياكلوا فين ما بعرف، الله بيعرف، انا ما بعرف. انا بعرف انت ما عندي اسرح الليل نهار وعيش بالبريه، عيش مثل الضبح. طيب انت يعني كل شغل العنزير كانوا عليك من بعد مرحومة امك، يعني المرحومة امك كان عندها عنزتين ثلاثة. المرحومة أمي لما ماتت ما كان عندنا طرش معها، ايه عارف، بس هي كان عندها معزيتين او معزية قبل هي كانت عندي أو تسلاية. حنجتين ياكلوا حليبتها بالبيت ايه أو عجلة بقر، ويجيبوا ويدبحوا ويشتري ثلاث أربع روس ذبح للذبح، يقطعهم جمعتين ثلاثة يطعمون ويذبحهم ويبيعون. دخلك المرحومة امك والمرحوم جدي يعني خيا يبقوا يزوروا بعضهم، يجوا يشوفوا بعضهم؟ ايه دايما مين يجي لعند التاني؟ ساعة ابنة تروح ساعة فارس خليل يجي الله يرحمه، ايه وعمت حنا خليل، هيك حنا خليل يزوروا بس بعضهم. ايه، بس ما كان في الف مثل الف مثل اليوم. كان قال يعني قال كثير ما كان يفضوا، كل واحد بده يشتغل تياكل. ايه كانوا مشغولين اكثر من هلا. ايام صار في عندهم مسنودين في عملة، طيب وعليه مثلا المرحوم بيك كان له علاقة مع عائلته بأميون؟ تروحوا لعند عائل قرايبينكم؟ ما بعرفهم، ما يجوا لهون؟ ما بعرف حدا منهم، بعرف اخته البي وعمي بس، امه وبي وما بعرفهم. بعرف عمي كان قاعد بالبترون وعمتي كانت متجوزة قاعدة ببيروت، ما بعرف عن واحد كبير كان.